محضر مناقشة أطروحة دكتوراه. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي للعدد 7/18/471 في 11/2/2021 والمؤلفة من السابق الأستاذ نعيم كريم عجيمي دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة ديقار، رئيسا الأستاذ الدكتور حيدر طالب حسين دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة كربلاء عضوا الأستاذ المساعد الدكتور رنا الفيصل عبد الوهاب دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر جامعة البصرة كلية الآداب عضوا الأستاذ المساعد عمار خالد رمضان دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة البصرة عضوا الأستاذ المساعد علي جودة صبيب المالكي دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر مركز مركز دراسات البصرة والخليج العربي عضوا الأستاذ مشعل مفرح ظاهر دكتوراه اي والله بس دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة البصرة عضوا ومشرفة ومناقشة طالبة الدراسات العليا إسراء عبد الكريم طاهر حول رسالتها أطروحتها المعنونة الصراع على العرش في روسيا القيصرية 1605-1689 يوم الأربعاء الموافق 17/3 واستناداً إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا وفي ضوء قابلية الطالبة لطرح موضوع رسالتها ودفاعها عنها اتخذت اللجنة التوصية الآتية ألف قبول الرسالة كما هي وتقدير امتياز. دكتور حسين صعد وياهم.